ازيكم عاملين ايه؟ مين فيكم يعرف الكنافه؟ في حاجه اسمها في الحلويات اسمها كنافه، ما اعرفش انتوا عارفينها ولا لا، بس الكنافه دي نوع من انواع الحلويات لو انتوا تعرفوها. المهم الكنافه دي اتلعب فيها على مدار التاريخ كتير قوي، اتعملت كنافه عاديه واتعملت كنافه بالكريمه واتعملت كنافه بالمكسرات وكنافه بالجبنه اللي هي النابلسيه، اتلعب فيها بشكل يعني ايه مبالغ فيه. ومن اكتر انواع الكنافه المحبوبه والمشهوره هي الكنافه بالنوتيلا، ومن اغلى انواع الكنافه كمان. دايما تلاقي الكنافه النوتيلا في اي مكان من التوب برايس كده في اي مكان. فده موضوعنا النهارده، عايزين نشوف هل الكنافه النوتيلا بالضروري تكون غاليه؟ هل الكنافه النوتيلا حلوه؟ انا عن نفسي اعتقد انها حلوه، بس هل الكنافه بالنوتيلا غاليه؟ بس السؤال اللي احنا لو سالناه لاي حد هيقول لك اه. بس احنا النهارده معانا كنافه بالنوتيلا كسرت القاعده شويه، ودي اول مره تحصل. احنا النهارده معانا كنافه بالنوتيلا الكيلو منها ب50 جنيه بس، انا لو عاملها في البيت هتبقى اغلى من كده. الكنافه المتلة اللي معانا النهارده هي من كنافه وبسبوسه، ده شكلها كده. انتوا عارفين كنافه وبسبوسه طبعا، ده من اكتر البراندات في مصر دلوقتي المعروفه في موضوع البسبوسه والحلويات الشرقي والكنافه العاديه والنابلسيه والمدلعه والحاجات المدلعه دي. فالنهارده اول يوم كنافه وبسبوسه يعملوا فيه كنافه بالنوتيلا، فاحنا النهارده جبناها منهم عشان نجربها. انا هوريكم شكلها الاول، ده شكلها كده من جوه، شكلها كنافه عاديه لطيفه، رشين عليها شويه نوتيلا من فوق وعليها مكسرات، والمفروض ان هي محشيه من جوه نوتيلا. المهم هنسيبنا من شكلها في العلبه وهناخد قطعه كده نشوف شكلها عامل ازاي. بصوا ده شكل الكنافه بالنوتيلا كده من جوه، زي ما انتم شايفين طبقتين كنافه بينهم حشو نوتيلا وعليهم رشه نوتيلا من فوق خفيفه ومكسرات خفيفه برضه، فهي شكلها لطيف، ريحتها كنافه، مفيش ريحه واو في الموضوع. بصوا برضه الحشو هنا باين اكتر من جوه. واو، فاحنا ممكن ندوق كده ونقول بسم الله. طيب بصوا، هو انا بحب يعني البراند بتاع كنافه وبسبوسه ده، فانا مش عايز اجيب مش عايز اغسل ديهم الارض زي ما بيقولوا، بس هما من فتره كانوا قالوا ان هما هينزلوا كنافه بالنوتيلا وكان شكلها لذيذ جدا في الصور وانا متحمس لها جدا، وكانوا قالوا ان هما هينزلوها في تاريخ النهارده اول يوم اللي هو الثلاث النهارده، كانوا قالوا هينزلوا الكنافه بالنوتيلا الكيلو ب50 جنيه بس عرض لمده اسبوع. فالكلام ده جميل، فالكلام في بوستاتهم القديمه كان ان هم هينزلوا كنافه بالنوتيلا، بس لما لقيتهم منزلين النهارده بوست على الصفحه بتاعتهم لقيتهم كاتبين كنافه بالكريمه والشوكولاته والمكسرات. حتى انا كتبت لهم كومنت وقلت لهم يعني هي كنافه بالنوتيلا ولا كنافه بالكريمه بالشوكولاته والمكسرات، ردوا عليا رد ملوش دعوه بالموضوع خالص، يعني ملوش علاقه بالسؤال اللي انا سالته. فهو هنا دي مش كنافه نوتيلا، دي كنافه بالكريمه بالشوكولاته والمكسرات، يعني هي حشو اللي جوه الكنافه مش نوتيلا، ده حشو كريمه، كريمه بس بالشوكولاته، مش كريمه عاديه، مش كريمه اللي هي البيضه. فدي النقطه اللي انا عايز اوصلها لكم عشان تبقوا عارفين برضو ان دي مش كنافه بالنوتيلا خالص، ملهاش علاقه بالكنافه بالنوتيلا. لو اتكلمنا عن طعمها، هي طعمها عادي بصراحه، طعمها مش واو يعني، هي طعمها دلع مش مسكره خالص. طعم الكنافه يعني هي كنافه طعمها كنافه ساده، ما فيهاش اي فانيليا ولا فيها سكر ولا فيها اي حاجه. طعم الزبده مش باين، خفيف قوي، والحشو زي ما قلت لكم حشو كريمه بس بالشوكولاته وبرده دلع مش مسكر. فاحساسها بشكل عام مش احسن طعم كنافه هتاكلها، سواء كنافه نوتيلا او سواء حتى كنافه بالكريمه. وما اعرفش هم عاملين الموضوع ده ليه، بس غالبا يمكن عشان منزلين عرض والكيلو ب50 جنيه، فقال لك احنا مش هننزل كنافه نوتيلا ب50 جنيه، فعمل لهم كنافه بالكريمه بالشوكولاته والمكسرات ب50 جنيه لحد الاسبوع ده ما يخلص اللي هو المفروض اسبوع العرض، وبعد كده ممكن ينزلوا كنافه بالنوتيلا بجد بقى ويكون الكيلو منها ب200 جنيه مثلا، عشان ده المنطقي يعني. كنافه بالنوتيلا من 150 ل 200 جنيه في المحلات العاديه، لو طلعنا بالبراندات بقى وعلينا بالبراند شويه ممكن توصل بقى ل 300 و400 وحاجات كده 500 يلا اشمعنى. فده كان ملخص موضوع الكنافه بالنوتيلا بتاعت كنافه بسبوسه، انا كنت متحمس لها بصراحه بس هي فكستني شويه. بس زي ما قلت لكم هو كنافه وبسبوسه دي ممكن تكون قلشت منهم، بس هم كبراند هم عندهم حاجات حلوه، انا بحب من عندهم حاجات كتير عموما. فزي ما قلت لكم احنا مش هنغسل ديهم الارض يعني، بس دي مش كنافه بالنوتيلا عشان تبقوا عارفين، دي كنافه بالكريمه بالشوكولاته بالمكسرات، وممكن نمسح المكسرات عشان المكسرات قليله، فهي كنافه بالكريمه بالشوكولاته بس. فدي كانت تجربتنا النهارده للكنافه بالنوتيلا من كنافه وبسبوسه، ولو ادينا تقييم النهارده هنديها 5 بس من 10. وبس دي كانت كل حاجه معانا النهارده، اشوفكم على خير في الحلقات الجايه، وكان معاكم اسلام، وسلام.